سلام، ويلكم تو داي 9 في تحرك في رمضان. اليوم شويه كلاسنا غير، مو كلاس كثر ما هو تمارين تمدد حق الظهر والجذور، بما ان احنا طول اليوم نكون قاعدين يا على كمبيوتراتنا يا على تلفوناتنا، او نكون قاعد نسوق سياره او على الاوفيس، يعني بالاوفيسز على الكراسي والمكاتب. ف today it's a little bit different. بيصير فيها حركة بس بنستخدم طاولة. اوكي؟ عشان كذي عندنا 3 sizes of طاولات whatever شنو اللي عندكم اياه بالبيت. يس؟ عندي هذه وايد مرتفعة، شوفوا لي وين توصل لي، لي صدري للريب كيج. عندي هذه اقصر شوية. لحظة واحدة. I'm going here. عندي هذه اقصر شوية توصل لي my hip. وعندنا هذه الصغيرونة اللي هي توصل لركبي. يس؟ سو عندنا هذين الثلاث طاولات، شنو بنسوي فيهم؟ الحين اقول لكم، الحين ما نبي هذين الثلاث طاولات كلهم، نو. وات ايفر يو هاف ان يور روم، بالصالة، بالمطبخ، المطبخ الداخلي ما نبي الخارج اليوم، انزين؟ Please just provide هذه الطاولة واخروا اللي عليها، لأن بنسوي على الطاولات التمارين. Yes؟ يلا get ready and we will start. Okay. So wherever you are، يمكن هذه الطاولة اللي هي توصل للصدر، يمكن هذه هي الطاولة، ويمكن الطاولة القصيرة. Okay؟ بوريكم بكل طاولة شلون راح نقدر، كل ارتفاع شلون راح نقدر نسوي الحركة. هي حركة واحدة حق one muscle ولا two or three muscles in our spine and shoulders. تحسون هذا راح يتفتش، راح يتبطل عندنا، انزين؟ So اذا الطاولة الطويلة احط حد ايدي، انزين، على حد الطاولة، بعدين ما اقرب ايدي عن بعض، اوخر ايدي عن بعض، ما ابطلها وايد، مع الشولدرز. Where are your shoulders؟ الايد معها. Yes؟ الحين انا هني، شنو اسوي الحين؟ ارجع لورا بس على مساحة الايد، ما رحت لورا هالكثر، لا انا هني، انزين؟ الحين من الحوض ادز نفسي لورا، ايدي ما تي معاي، نو، ايدي بس خلاص مكانها، ادز حوضي لورا، ادزه، اذا احس ماكو مسافة بجسمي ما يبي يندز بعد لورا، هني اول شيء راح تحسونه بالسواعد بالايد هني، وبعدين بالأبر أرم. إذا تحسون إن المسافة وايد قصيرة بينك وبين الطاولة، أو بينك وبين الطاولة، please push yourself all the way back. الحين أنا وصعت نفسي لورا، شوفوا ظهري شلون قاعد ينسمت لورا، ليش؟ قاعد أزمن الهب. It goes all the way back. الحين خلاص أنا ما أقدر أرجع لورا، شنو أسوي؟ push the chest down، أدز صدري تحت، أدز راسي تحت وأدز صدري تحت. And you go down. Make sure إن ما نثني ريلنا هني، لا الريل مسموتة. And you stretch it out. And then you push the chest down. And breathe. أدري إن الإيد تعور، وأدري إن الشولدرز يعور. مو يعور، هو كثر ما يصير تمدد حق هذيل العضلات. بالعكس وايد مريح. Keep breathing here. يلا let's breathe together. 7. This down تحت. Centurion. Stretch your arms. 6. Push the chest down. 5. Rearkum stretched out. 4. 3. 2. One more breath. And 1. شفتوا rearkum and come up very slowly. And we're going here. انزين. نفس الحركة بنسويها مرة ثانية، بس على إذا عندكم بس طاولة واحدة again، نروح على هذه الطاولة، لأن احنا بنتكررها مرتين أو ثلاث مرات. طاولتي أقصر شوية، أوكي؟ اللي هي توصل لي خصري. أسوي نفس الشيء، ماكو شيء تغير. The palms here. I push my hips back. And then ما أجيب إيدي معاي، my hips مكانهم. ايدي مكانها، بعدين ادز نفسي لتحت، really stretch out and breathe. دزوا لتحت، تحت، 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 عافية.
يلا 5 4 نزلوا بعد تحت stretch the arms 3 2 and 1 wonderful come up to standing very slowly انزين ياسمين اذا انا طاولتي وايد قصيرة شنو اسوي الحين هذه الطاولة القصيرة مثل الكومودينا اللي يم راسي اللي هي بغرفة النوم طبعا نحط تحتنا شيء حق ركبنا لا تقعدون على هذا زين انا هني بالضبط نفس الشيء اللي سويناه بالطاولات الطويلة واحنا واقفين هذا نفس الشيء بس انه اركبه تحت انستد ارد نفسي لورا يس اي بوش ماي هيبس باك الحوض يرجع لورا وانزل ماي تشست داون 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 دزوا صدركم تحت دزوا راسكم تحت الايد ستريتشد اوت بريذ راح تحسون هذه المسل من هني هذا كله قاعد يصير له ستريتش اند اوبننج كيب بريذينج اوبننج ذا هارت فور 5 اللي مو قاعد يسوي على الطاوله الصغيره بليز هم سووا معي ثالث مره على الطاوله نفسها مالتكم Whatever ارتفاع هني 2 One more دزوا بعد تحت 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 And 1 Wonderful Very slowly coming up انزين عجيب الحين بطلنا الشولدرز شنو بنسوي next What's happening next بنسوي بنفتش عضلات الريل الحين سواء عندكم هذي ولا عندكم طويلة ولا اللي عندكم أكثر منها كلها راح تصير أوكي الحين أعطيكم شوفة إنزين إذا عندنا القصيرة شنو نسوي هذه القصيرة أمسك طوفة ولا أمسك مثلاً هذه الطوفة يمي وهذه هي أحط ريلي and then go to the leg and stretch out يس بوريكم اياها على الصوب الثاني الحين هذه القصيره احضري لي اليسار او اليمين عليها امسك اتكي على احد ولا امسك whatever next to you اجابل الطاوله نفسها and then I go down very slowly and breathe here 5 يمكن انت واصلين هني يمكن انت واصلين هني it depends على ايش كثر ريلكم صاير لها تمدد بالعضلات يا يلا 4 3 2 دزوا دزوا تحت بعد and 1 عفية نايس فنسوي على الطاولة اللي أطول منها بشوية مو أطول شيء أوكي هذه اللي أكثر اللي هي توصل لخصري الحين أي بريلي اليمين فوق أو الريلي اليسار فنتكي على شيء بس لو شيء يمكن البالانس عندكم اليوم ما يبي يسوي البالانس عادي زين ريلي قدامي and then you go down very slowly شوفوا لي وين تقدرون توصلون بتحسون العضلة اللي هي يسمونها السياتيك نيرف اللي هي سياتيك نيرف زين في نيرف هني كامل في عضلة كاملة من تحت للظهر وتصعد لي فوق شوية هذا قاعد يصير له ستريتش هذا النوع من الستريتش جدا ممتاز حق هذه العضلة تحسون يصير في تفتش باللور باك and keep breathing here stay go even deeper down إذا في مكان بالجسم One more breath. Inhale. Exhale. عفية. رفعوا نفسكم شوي شوي. مسكوا الريل. نزلوها تحت. Let's switch legs. Okay? سوي الريل الثانية. يوبا. الحين أنا مو داشة داخل وايد بالطاولة. ريلي ماكو الهيل على طرف الطاولة. Yes? يلا. الحين I go up. Lift the chest. And go very slowly down. شوفوا لي وين جسمكم يبي يوصلكم اليوم. Maybe here, maybe here, and maybe here. And breathe. 5 4 3 2
And one, wonderful. شوي شوي lift up. And down. عجيب. انزين. هنا عندنا حركة أخيرة بس بنسويها واحنا قاعدين. أي كرسي عندكم، حتى إذا كنتوا على غرفة عادية بالبيت، أوكي؟ الحين أنا مو قاعدة كل ليلة ورا ومريحة إذا كنت على الغرفة، لا، أقدم لي قدام 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 كلش على الطرف. يس؟ على الطرف. أوكي ناو، وات وي دوينغ؟ أي بريلي اللي صار فوق مو على ريل، أنا هني. زين؟ حطها على طرف ركبي. بعدين انزل لتحت شوي شوي. هذا الركاب يمكن تهيله فوق شويه، بليز نزلوها بايدكم ساعدوا جسمكم. And then go down. Breathe here for 5 4 3. Keep breathing. 2 and 1. عافيه. شوي شوي lift up. هذه الحركه عجيبه حق تفتش الحوض، وايد ممتازه. هي الريل الثانية، سوي نفس الشيء. أدز ركبي وأنزل تحت، أحط ثقل جسمي كله تحت على الريل اليمين. And then go down for 5. مو لا تحوشون الأرض. 4. دز ركبكم. 3 2 and 1. عجيب. Come up to seated. الله، ترى هذا التمرين تقدرون تسوونه كلهم، تقدرون تسوونهم باليوم 3 4 5 10 مرات. يا يعني بالعكس كذي تساعدون جسمكم انه يتفتش يتمدد and it heals itself. سبحان الله، يعني مع التمقط مع النفس اللي قاعد تاخذونه خلال هذا الكلاس الجسم يشافي نفسه، يشافي نفسه. يا beautiful. Thank you so much. And I'll see you tomorrow. Salam.